اسمي مريم سيد، سني 15 سنة. أنا يعني أنا بدأت هنا في المقر، اللي أنا أحفظ قرآن وأنشدة دينية، ويعني سيبنا من الأحلام البسيطة اللي أنا نفسي اللي أنا أتعلم اللغة الإنجليزية. زي ما أنا بتكلم عربي أتكلم بالإنجليزي. وأنا يعني عايز اللي أنا أشكر رئيس السيسي، انا بدعي لك في كل صلاتي وفي كل وقت في الصلاه اللي انا اقابلك واقابل ماما انتصار السيسي. وعايزه اشكر جمعيه همسات الايمان، دي يعني مقر انا بحب اروحه جدا، في يعني احلام اللي يعني اللي مفيش حد بيحققها بره بس هي بتحققها انا هنا. ودي انا جمعية انا بحبها جدا، واحب ان انا اروحها واحسن المقرات التانية، واحب ان انا اشكر جمعية همسات الايمان.